انا قبيله كنت هنا تطلع، كنت هنا تقديت شي حوايج وداك الشيء هنا. وي سي اسماعيل صافا لاباس عليك؟ صوبنا حنا ما عندنا ونومم. لا كاين صافي ميرسي بوكو. صافي الله يحفظك، شكرا تبارك الله عليك. والله العظيم الا شتي البلاد كي دايره، لقيت كاينه فويت ديال الماء عندي، جاتني قريبه 2.5 مليون ديال الماء. عيطت ليهم ريكلاميت، قلت لهم راه كانت فويت صوبتها. سمعتوا لا ريبونس اللي يقول لك المغرب مال المغرب؟ سمعتوا اون لايف هضر معايا من اللي داك، ها قال لك البلومبي اللي دار لك داك الاصلاح، شوفوا اللي داك الاصلاح ويعطيك فاكتوره راه فيها التاريخ وقت الصوب فيها كذلك، ودفع عليهم وما تخلصش داك الشيء اللي جا صافي. ايوا مزياناش هادي تقول لك البلاد ما فيهاش كذا وفيها، لا راه كاين، فو سافوار ريكلامي، فو سافوار سو رونسيني، كل شيء كاين في هاد البلاد الحمد لله. تو فا بيان. هذا الشارع، هذا الشارع ديال ميتروبول، هذا راه تصاوب ولكن مازال ما بداش الترامواي. الترامواي راه اكبر شبكه اللي كاينه في الدار البيضاء، اكبر شبكه كاينه في افريقيا هي اللي كاينه في الدار البيضاء. اذا نرجعوا لهاد القضيه ديال لي البوليميك ديالهم. حنا لالجيريين نو زانتيريس با، ولكن كيجيوني دي ميساج واتساب من الاصدقاء والعائله ديال هاد القناه، وكيزبطوا لي دي فيديو، والله ما بغيت ندوزهم، غادي ندير لهم البوز. راه يهضروا السوايع على المغرب المروك، قنوات كاملين دابا من الهداف من الشروق من البلاد كلهم كيهضروا غير على المروك. دابا كيهيئوا الراي العام ديالهم، كيهيئوا بالصبع الازرق على الديسكاليفيكاسيون ولا ما يطولوش، ولا المغرب راه ما كيصابوتيش الجزائر، والمغرب ما كتهموش الجزائر، والمغرب ما داخلش في الامور ديال الكره وما مسيش كره القدم، وحنا المغاربه ما مسيشش كره القدم. وهاد الهضره راه كنقولها جو في اكسبليكي او بيي فرانكوفون كو لو ماروك لالجيري نو لانتيريس با، كو لو ماروك نو بوليتيز با لو فوتبول، لو ماروك نو انترفيان با اي نو شونج اي نانفليونس با لا كاف، لو ماروك نانفليونس بيرسون، لو ماروك il s'occupe de son problème unique. Le Maroc, il a un problème. Nous avons un problème avec l'Algérie, nous n'avons pas un problème avec toute l'Afrique. L'Algérie veut nous mettre en face de tous les Africains, veut nous créer un problème avec tous les Africains. On n'a rien à voir. Nous, on s'est battu pour libérer notre économie, pour être indépendant, et on s'est battu pour conserver l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale. Hna, ضربنا باش نحروا الاقتصاد ديالنا ويكون عندنا اقتصاد ديالنا قوي، وباش تكون عندنا حتى حنا السياده. ودخلنا لافريقيا اون سي بيان سور اون سي لا نوتر تيريتوار سي برولونجي، اون درنا لا كونتينيتي سيغ لافريك، اون اي بوزيتيف بور لافريك، اون اي كرياتور بور لافريك. لافريك نو كوني بار نوتر روندومون، بار نو سيتويان كي سون تري تري رونتابل، كي نو سون با نويزيبل، كي نو فون با دو بروي، كي ترافاي اون سيلونس اي كي ايد او ديفلوبمون دو تو لي بيي لا او ايل فون. Donc, contrairement aux Algériens, là où ils font du vacarme, du bruit, le tapage, le remue-ménage, le Maroc ne fait pas ça. C'est ça la différence entre l'Algérie et le Maroc. D'accord? Entre le Marocain et les Algériens. Alors, ils veulent à tout prix intégrer ce problème du Sahara, problème avec le Maroc. Les Africains aujourd'hui, ils ont compris.